بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا مكوى بالبخاري يا جماعة، إلكترا. المكوى دي يا جماعة ما بتشتغلش غير بعد ما تلف القرص ده لقرب النهاية تقريبا، يعني ما بتشتغلش أول ما تحرك القرص بمسافة بسيطة طبعا، وبالتالي الحرارة هتطلع ضعيفة ومش هتسخن ومش هتاخد التدريج الحراري بتاعها. هبص يا جماعه لسه ما نورتش لحد دلوقتي، عماله الف برضو ولسه ما اشتغلتش، وبتشتغل يا دوبه في الاخر خالص. زي ما احنا شايفين في السيريال طبعا هنفكها ونظبط الترموستات بتاعتها من الداخل. طبعا لازم نفكها زي ما نفك كده الظهر بمسمار. هنفكها وارجع لكم تاني. رجعت يا جماعة، وهنحاول كده. أول حاجة هنفك المسمار ده والمسمار ده اللي مثبتين الجزء الفوقاني. ونفك المسمار التاني. أنا عايز أوصل للترموستات يا جماعة، كل ده عشان اوصل للترموستات. هي كده الهيتر شغال، يعني تقريبا كلها شغال، بس هي مجرد ان هي تبدا الايه التسخين بدري او قريب او في اول التدريج بتاع القرص دوت. نحاول نرفعها كده. طبعا من قدام يا جماعه كانت للاسف مكسوره، المسمار اللي قداماني مكسور، مربوطه بس بالمسمارين التانيين. هنشيل يا جماعه الجزء ده اللي هو الوصلة بين الأكرة الفوقانية والترموستات. يبدو ان هما كان حد لحمه بأمير. هنوصل للمسمار يا جماعة اللي داخل الأكس بتاع الترموستات ده، ونحاول نخليها تبدأ بدري زي ما احنا شايفين. هدي الترموستات وده مثال يعني، وده مسمار، ده بنتحكم فيه درجة الحرارة او امتى تبدأ الترموستات في العمل. اسفل المسمار ده يا جماعه موجود جزء سيراميك او مسمار سيراميك طبعا زي عازل كده عشان ما يلمس. زي ما احنا شايفين كده منوره خالص. هنيجي اول حاجه نطفيها للاخر، ونحاول ننورها بعد فتره صغيره. ايوه، نمشيها سن صغيره اللي عندها تشتغل، واروح مثبت الاكس ده، واروح مدور المسمار الداخلي بحيث ينورها وهي في الوضع ده كده، عشان تبدا التشغيل في بعد سنه بسيطه من فتح المفتاح. اهو يا جماعه كده بمفك ساعات عاده. اهو يا جماعه اشتغلت اهي بعد فتح كده. لو عملناها رجعناها حته صغيره هتقفل. هياخد بقى التدريج بتاعه كله زي ما احنا شايفين كده، سنه سنه اهو. ايوه كده بقى تشتغل عادي بحركه بسيطه يا جماعه عملناها. هنظبط الحراره من غير ما نفك الترموستات او نغير الترموستات او نعمل اي حاجه تاني، مجرد ان انا اظبط بس. طبعا الحكايه دي بتحصل نتيجه الاستخدام لفترات طويله، يمكن بقالها سنين شغاله، فبيحصل زي ما تقولوا كده ارتخاء في الشريحتين اللي بيلمسوا بعض في الترموستات ديك، فبتشتغل وخري او بعد فتره كبيره من تدوير القرص ده، وبالتالي الحراره تقل. طبعا انا كده بقفل زي ما فكيتها، هقفلها اهو وارجع المسامير تاني. طبعا احترس من ضياع المسامير. طبعا المسمار اللي على الشمال ده مش بتاعها، هنرجع ونعمله كده ونجيب اللي هو بتاعها ونثبت الفيشه في موضعها الطبيعي. وحته البلاستيكيه دي اللي داخله فيها الفيشه ندخلها في مكانها.
اهو يا جماعة كده معصلجة ليه؟ اهي ليها مجرى تدخل فيه اهو يا جماعة، دخلت وركبناها ونرجع نثبتها بالمسمار ده اهو. طبعا لسه في جزء اساسي اللي هو، وهقوله لكم عليه دلوقتي، اللي هو دخول كيفية دخول القرص الفوقاني اللي هو بتاع التدريج ده لشكل معين اهو، يكاد يكون كده يعني علامة زائد، لازم يدخل في مكانه في الوصلة اللي تحت، وإلا مش هيركب القرص ده، مش هيركب زي ما احنا شايفين اهو الشكل اهو. طبعا لو اتعكس الشكل ده في الوصلة اللي تحت مش هيشتغل اهو كده كده. ركبت الحمد لله، لا ما ركبتش اهو، انا بوريها لكم دلوقتي يا جماعه. ايوه الشرخ ده يا جماعه بيدخل في الايه، في الحته الطويله دي كده اهو كده. ايوه كده التثبيت، لو انت عكست الوضع مش هتدخل خالص لانها ليها وضع وتركيب معين. طبعا دي مشطوفه، لازم نحطها في الاكس اللي تحت ونجرب كده يا جماعه ونشوف هتشتغل في الاول التدريج ولا هتاخد برضو فتره. اشتغلت اهي يا جماعه بعد خطوة بسيطة جدا، وبالتالي هتسخن وتبقى طبيعية وتبقوا مع التجربة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.